اهلا بحضراتكم في برنامج اصاله زمان. انا انجي طاهر وبتشرف اني اكون مع حضراتكم على مدار 30 حلقه من شهر رمضان الكريم. كل سنه وحضراتكم طيبين، واللي طبعا مفيش انسب منه نناقش فيه موضوعاتنا. والحقيقه البرنامج زي ما اسمه بيوحي هو هيغلب عليه طابع النوستالجيا، الحنين للماضي، حنين للعادات والتقاليد الجميله اللي كانت زمان ومع الاسف ما بقتش موجوده، حنين للاخلاق الحميده المصريه الاصيله اللي كانت موجوده زمان ومع الاسف دلوقتي ما بقتش موجوده بنفس القوه. والحقيقة أنه فكرنا كتير إيه ممكن يكون أنسب قيمة نبدأ بيها أول حلقة من برنامجنا، ما لقيناش أفضل من قيمة الشهامة اللي هي كنز من كنوز الأخلاق الكريمة واللي موجودة في الشعب المصري ومتأصلة فيهم من قديم الأزل. يمكن ناس كتير بتقول كانت الشهامة زمان أكتر من دلوقتي، وده كان واضح في تصرفات مثلا الجيران مع بعض أو بين الناس في الشارع، لكن برضو ما نقدرش نقول إن الشهامة اختفت تماما من الشعب المصري، وحقيقي بيظهر معدنهم دايما وقت الشدة. الحقيقة إنه الشهامة المصرية هي صفة دايما بيتميز بيها المصري من زمان، وبتحكي وتتحاكى عنها كل الناس خاصة في الغربة بتصرفات المصريين وشهامتهم مع بعض في الغربة على وجه التحديد. يعني من الآخر هي صفة مصرية أصيلة. الشهامة دي بتبقى حاجة إنسانية كده من جوه الشخص، بتطلع في أوقات الضرورة، يعني ممكن مثلا بنت اتعرضت لموقف تحرش فوقتها كده فجأة بتظهر تلقائية كده، مش يعني بتبقاش حاجة منظمة. الشهامة إن أنا أساعد حد، يعني أنا محتاجه في حاجة هو محتاج مني حاجة فأساعده فيها، ما ينفعش أسيبه في موقف هو وحش فيه وهتترد لي. يعني أنا الموقف اللي أنا وقفت معاه ممكن أقع في نفس الموقف هو يقف معايا برضه. لو في واحدة قدامي تتعاكس، أنا ممكن في يوم من الأيام تكون أختي موجودة، تكون والدتي موجودة، تكون مراتي أو بنتي بكرة أو بعده موجودة. فالشهامة ممكن تلخصها في حاجات كتير، مش مقتصرة على حاجة واحدة بس. لا مش مقتصرة على الراجل بس، الشهامة لكل الشعب المصري سواء راجل أو سواء ست. الشهامة دي يعني حاجة كده، يعني مش بتطلع غير من الواحد اللي هو بيبقى راجل مثلا، يعني بيكون راجل مع نفسه كده، ولما بيشوف مثلا موقف بيحتاج ان هو الموقف ده بيحتاج شهامة فهو بيعمل الشهامة دي بيقوم بيها. الشهامة يعني ليها معاني كتير، مثلا انك تغير على اهل بيتك، على اصحابك، على الناس كلها، يعني يكون ووطنك وكل حاجة. يعني لا طبعا، يعني الراجل والست، يعني في كذا حد، يعني الشهامة دي لكذا حد والناس كتير قوي مش الراجل بس. طبعا الشهامة يعني الراجل يكون عنده غيرة على كل الناس مش اهل بيته بس، يعني يدافع عن كل الناس. لا الشهامة يعني دي بتبقى موجودة، يعني حاجة كده جوه الإنسان. مثلا لو أبسط حاجة ممكن اللي احنا بنعصرها في الشارع، إنه مثلا لو أبسطها حاجة مثلا واحد مثلا شاف بيعكس واحدة، طيب ده بيبقى حاجة من جواك كده، يعني حاجة بتبقى متربين عليها، موجودة بالفطرة يعني جوه البني آدم، متربى عليها من صغره. يعني وهتكلمنا أكتر عن مفهوم الشهامة وإزاي نقدر ننورها ونكبرها ونزرعها في أولادنا الدكتورة ريهام الهواري، استشاري مهارات التواصل. أهلا بحضرتك يا دكتور. إزيك يا إنجي، عاملة إيه؟ رمضان كريم عليكي وعلى المشاهدين وعلى بلدنا كلها يا رب. الله أكرم. كلمينا عن الشهامة يا دكتور، يعني المصري معروف منذ قديم الأزل بصفة الجدعنة والشهامة، كلمينا عن مفهوم الشهامة ده. هو يعني إيه شهامة؟ يعني الشهامة ده الشخص زي ما بيقولوا كده ايه، ذكي الفؤاد، بني آدم تطيب نفسه بما حمل زي ما بنقول يا إنجي. يعني ايه؟ مهما تحمليه، مهما يشيل، لا عن رضا، عن مسؤولية. هو بني آدم يتحمل المسؤولية، صبور، عنده جلد، عنده مروءة زي ما بنقول. ما ينفعش كلمة مصري تتقل قدام أي حد إلا يقولك الشهامة والجدعنة خفة الدم. طبعا 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 عشان ما نزعلش حد منه فطبعا. لكن الشهامة طبعا صفة المصري، مصري أو مصرية، بس صفة المصري. دي بقى النقطة الثانية يا دكتور، قوليلي الشهامة دي بقى مقتصرة على الرجالة بس ولا على الستات كمان؟ لا، عشان في ناس برضو بيزعلونا بالكلام ده. لا يزعلونا إيه؟ إحنا في رمضان، إحنا محدش زعلنا في رمضان. لا طبعا، هي صفة، صفة اللي بيعملها، اللي بيحترمها، اللي بيقدرها، اللي بيعطيها للناس، يبقى هو شهم. زي سيدة القطار، فاكرة سيدة القطار؟ هي مش دي شخص ست
شهمة وقفت جنب حد محتاج المعونة، الشخص الشهم هو البني آدم اللي بيمد المعونة إنجي لحد سواء يعرفه أو ما يعرفوش. الموضوع ده انت متخيله يعني ايه قريه او مدينه او محافظه او شارع من غير شخص شهم يقف جنب بنت الحته، يقف جنب حد محتاج، يوم ما يكون عندك مشكله تلاقيه اول واحد يقف جنبك. ما هي دي اخلاقنا وهي دي شهامه، انك تمدي العون للي تعرفيه واللي ما تعرفوش وقت ما هو محتاجه، ومن غير ما تبقي قاعده متضايقه ومن او غير منتظره مقابل مثلا او منتظره مقابل او مش بس كده، او انت بقول لك طيب النفس بما حمل يعني مش ويقعد بقى يذل بقى لان هو عمل اللي عمله ده. فلا طبعا الشهامه دي صفه من الصفات، يعني برافو ان اخترتوها في اول حلقه لان فعلا من غيرها فين الامان؟ مفيش امان. طيب في رأي بيقول انه مع الاسف الصفه دي ما بقتش موجوده قوي في ايامنا دلوقتي زي ما كانت موجوده زمان، ايه ممكن تكون العوامل اللي ادت لحاجه زي دي؟ والله بصي هي صفه الشهامه مرتبطه بمواقف، فعاده اول ما تلاقي عندنا موقف وفي شده بتسمعي عن تصرفات ما بتبقيش مصدقه انها بتحصل، فهي دايما مقترنه بالشده، مش حاجه على طول الوقت مستمر. انا مش شايفاها انها اختفت بس شايفاها انها خدت اشكال مختلفه. وبعدين برضو خلينا نكون واقعيين يا انجي، الدنيا بقت صعبه وبقت الثقه قليله شويه، فبما ان الثقه قليله ما بين الناس وبين والناس ما بقتش دايما عارفه، الثقه نبع برضو من الايمان، الشهامه نبع من الايمان بربنا، فلما بيكون الايمان في ربنا او الخوف او الظروف الصعبه بتخليكي تحافظي على نفسك، يقول لك ايه لا انا مش هخاطر بنفسي، طب انا اولادي اولى بيا في البيت، لا انا مش عايزه اخاطر بفلوسي لان انا هحتاجها بعد كده، فحته الخوف من بكره دي بتخلي الواحد يفكر مره واتنين قبل ما يقدم على مساعده الناس. دي الحاجه اللي ممكن اقول لك شويه مقلله، لكن لا الخير موجود والشهامه موجوده. اتفرجي علينا، اتفرجي علينا وقت الشده، وقت الزنقه، وقت الحوادث، تشوف الاعمال البطوليه الناس بتعملها، هي اتغير شكلها لكن لا هي موجوده طبعا. أو يمكن في عوامل أثرت فيها زي ما حضرتك بتقولي طبعاً. إحنا بني أدمين في الأول وفي الآخر يا دكتور، طبيعي إن إحنا بنتأثر بالظروف الصعبة، بنتأثر بالضغوط النفسية، الضغوط المادية، كل هذه العوامل. إزاي ممكن البني آدم بالرغم من الضغوط النفسية دي، بالرغم من الأفكار اللي بتجيله اللي حضرتك اتكلمتي عليها يعني على سبيل المثال، إزاي ممكن يتخذ يعني من تصرفاته نموذج للشهامة بالرغم من الضغوط دي؟ بصي هي بتبتدي من الأول خالص، يعني من أول التربية، من أول البيت. أنت لو طلعتي في بيت شايفة الأب بيتصرف بالطريقة دي، شايفة الأم بتتصرف بالطريقة دي، شايفة إن أول ما بيجي تليفون من الجدة يكون الأب والأم موجودين عندها في لحظتها، شايفة الأب يقول له لأ انزل شوف ابن جيراننا، سمعت إن هو تعبان انزل اطمن عليه، لأ كلم جدتك اطمن عليها، كلمي خالتك شوفيها هي عاملة إيه. فدور الأسرة، دور الأب والأم مهم قوي، لازم ياخدوا بالهم من طريقة كلامهم، من تصرفاتهم، لأن الولاد بيتعلموا من كده. وبالتالي لما تيجي تقول لا لا ما تكلمش، تخافي على أولادك زيادة عن اللزوم، لا ما تنزلش، لا ما تكلمش، لا مش عارف إيه، لا بلاش، عارفة لا 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 دي بتطلع الشخص إيه؟ مذبذب مثلا في التصرفات اللي كاشش، مش عايز يتصرف. لكن لما بشوف بابا بيتصرف كده وماما بتتصرف كده، دي ماما اول ما حد بيجي لها تليفون محتاجه بتكون موجوده، ده بابا ما بيسيبش حد في الشارع. وبعدين انت متخيله فرحه الابناء وفخرهم بوالدتهم ووالدتهم لما يجوا يقول لك ايه ده ابوك وقف جنبي في اليوم الفلاني، دي والدتك عمل وقفت جنبنا لما مراتي تعبت. فحته الشهامه دي بتورث، مش حاجه بتتعلميها، مش حاجه، لا مش حاجه بتيجي من بره، لازم تيجي من البيت يا انجي. فعشان كده دايما اقول ايه يا جماعه خدوا بالكم
ولازم تبقوا قدوه للولاد. الولاد ما بتتعلمش باعمل كذا وسوي كذا، الولاد بتتعامل باي اكزامبل، يعني لما الاب يتصرف كذا الام تتصرف كذا بيقلدوهم. وبالتالي الشهامه لا بتبتدي من الاسره. وخدي بالك احنا في وقت في شهر كريم، وشهر كريم بيبقى نفسيه البني ادم مرتاح. صح. بيبقى فيه قرب لربنا وقرب للعيله والفطار والخروجات والكلام ده. عايزين ننتهز الوقت ده والظروف دي ان احنا نوري الاخلاق دي لاولادنا، ان احنا نوريهم بتتعمل ازاي. ابتدي في شهر يا ستي، يعني خليها في الشهر ده زي ما بنقول شهر رمضان شهر الخير والاحسان وصله الرحم والموده. يلا احنا عايزين يلا. النوعيه دي من القيم تنغرس طبعا. في الولاد حتى ما بعد رمضان يبقى هو ده اسلوب الحياه. نبتدي برمضان. هنا هنتكلم عن دور، برضو احنا اتكلمنا عن دور الاسره وده طبعا الدور الجوهري طبعا. هنتكلم عن دور المدارس على سبيل المثال. هل في مثلا انشطه معينه ممكن المدارس تقوم بيها، انشطه تكافل اجتماعي، انشطه خيريه على سبيل المثال؟ هل في مثلا زمان في المدرسه كان في دروس في الاتيكيت مثلا، التعامل مع الاخر بيبقى ازاي، احترام الاخر، الكلام ده كله، ايه دور المدارس اللي ممكن تقوم بيه علشان تغرس القيمه دي عند الاطفال؟ حاجات كتير قوي. نجي اولا الاخلاق، ده احد الاخلاقيات، هي ده احد دعامات المجتمع. يعني مفيش مجتمع قائم وصحي الا لو في اخلاق. طب المدرسه بتعمل ايه؟ المدرسه ليها كذا طريقه. الطريقه الاوليه طريقه نظريه. الطريقه النظريه دي تجيبي قصص البطولات بتاعه اللي معروفه سواء ستات او رجاله، قصص مواقف كتيره حصلت، فده بيخلي الموتيفيشن عند الولاد الحماس والحماسه وان هم عايزين يبقوا زي ده ويبقى زي البطل ده وزي الست دي، فده يحمسهم ان هم يعملوا الحاجات دي. دي حاجه. حاجه الثانيه، جزء لا يتجزأ من التربية انك تحسي بالمجتمع، تحسي باللي محتاج، تحسي بالظروف صعبة، تحسي بالشخص المريض. فحتة الرحلات المدرسية اللي هي بتعملها للمستشفيات، لدور الأيتام، الحاجات دي مهمة جدا للولاد. لازم يبقى في رحلات زي ما بناخدهم رحلات ثقافية عشان حتى ما يبقوش عايشين في زي ما بنقول بابل، علشان يبقوا عارفين ان هم ليهم دور في المجتمع. فمن هم صغيرين لما يشوفوا هم محظوظين في ايه واللي قدامهم ده محتاج ايه، هيحترموا اللي هم بياخدوه، هيقدروا اللي بيتعمل لهم. وفي نفس الوقت بنقول لهم ايه، لا دوركم ان انتوا تاخدوا بالكم من اللي محتاج. طبعا فالحته دي بتزود الشهامه. طيب دكتور هنا سؤال اخير، علشان مع الاسف وقت حلقتنا مع ان الموضوع شيق جدا الحقيقه. دلوقتي دور السوشيال ميديا ايه على سبيل المثال؟ دور السينما ايه على سبيل المثال؟ دي ادوات الحقيقه مؤثره جدا. بصي احنا يعني انا دايما كلمه اصل الناس بيعجبها كذا فتلاقي المستوى بيقل في المشاهده ونبتدي نشوف لطيف انك تشوفي الدنيا فيها ايه، بس مش لطيف ان ده اللي يبقى قدام عيننا على طول. يا انجي بصي حبيبتي، احنا مش هنقول او مش هننكر دور الميديا والسوشيال ميديا، انها دلوقتي معظم الولاد عندنا ومعظم احنا نفسنا قاعدين على طول على السوشيال ميديا، اما بنتفرج على فيديوهات يا على اليوتيوب على التيك توك والحاجات دي، مش قاعدين بنتفرج طول النهار. طب لما بيكون حتى وسط الحاجات اللي فيها ضحك وهزار والكلام ده حاجه جد، مثل يحتذى بيه، ايه المشكله يعني؟ يعني ما فيهاش حاجه لما بعد 10 15 فيلم ضحك وهزار يبقى في فيلم جد. صحيح. كل مسلسلات رمضان يبقى في قصه حياه نموذج وجد يعني ما بيبقاش دمها تقيل، بس جد يعني فيها درس الناس تتعلمه. مش جد يعني هنتنشى خالص. بس في درس، في قدوه، في حاجه عارفه تفتح النفس. احنا كلنا في تمثيليات زي السنه اللي فاتت. لا بتفتح نفسك انك صحيح. تبقي عايزه تعملي، بيبقى عايزه بيبقى صداها برضو كبير قوي عند كل الناس. الحقيقه الموضوع طبع. يعني شيق جدا، ويعني انا سعيده بالحوار ده، وهنقابل حضرتك بكره هنتكلم عن قيمه جديده كانت موجوده زمان وهنشوف بقى لسه موجوده مش موجوده، اقوى اخف، كله موجود ان شاء الله. يا انجي رمضان كريم يا حبيبتي. الله اكرم. ميرسي لحضرتك.
حضرتك يا دكتور جدا، انا بشكر حضرتك ونتقابل بكره ان شاء الله، وبشكر حضراتكم وبشكر ضيفتي دكتوره ريهام الهواري استشاري مهارات التواصل، وبكره ان شاء الله حلقه جديده بقيمه جديده من اصاله زمان.